فئة من الناس اللي في فصل الصيف يفضلوا أنهم يقلصوا الوجبات، يقول لك ما نحبوش ناكلوا بزاف، كاين اللي تروح لهم لابيتي، كاين كل واحد كيفاش يعني كل واحد كيفاش الجسم ديالو. فكي يعني واش رايك في الناس اللي هكا تنقص من الوجبات تاعها وحدها، ولا في الفئه تاع الاشخاص اللي تقطع لهم الشهيه كامل في فصل الصيف؟ واش لازم يديروا، واش لازم ياكلوا، وكيفاش لازم تعاود يعاودوا انفان يجيبوا هذيك الشهيه؟ دونك بور لا بليبار اللي تنقص لهم لابيتي في الصيف، بون سي نورمال مع السخانه اون اتوندونس ا مونجي موا، مي اون فاتير اذا كانت لاسيت تاعو فيها كاع لي نوتريمون اللي لازمين، باغ اكزومبل فيها دي ليغوم سوتي، عندك لي اسكالوب باغ اكزومبل، عندك فيها بطاطا روز ولا دي بات، ميم دي كونتيتي موين هكا، فطور عشاء افيك دي كولاسيون يا با سوسي. وكاين اللي ما يحبش كامل ياكل، يقدر افاتيغ حاجات اللي راح يفتحوا له لابيتي سي تو سكي امر كيما باغ اكزومبل جو دي سيترون ولا بومبلوموس، غير نص كاس هكا يفتحوا لابيتي وي. ولا الشيح ثاني كاين لا تيزان تاع الشيح، مي ما يشربوهاش بزاف اون فاتيغ برك باش تعاود تفتح له لابيتي، جوست موراها راح يعاود يتوح. Donc c'est tout, donc on va dire un petit verre. Hadjar fi, fa voilà.